ما في جبنة عالفة. ايه ايه قول انت يعني كيف ركب هذا؟ يعني ليش هذا ركب؟ ما في كلام، هذا صورة بس. هذا سماد. ايش اسمه هذا كل شيء؟ سماد. ايه على كل شجر يتركب كويس. ايه ايه انا باكستاني. انت مصري؟ الحمد لله مية مية. انا باكستاني الحمد لله. مسلم باكستاني. انت مسلم باكستاني؟ ما في باكستاني بس. اسد 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 معلوم مين فهد؟ ماما فهد. شجرة ليمونة. ايه كويس كده؟ كويس. ابوي الشجرة دي اسمها الشجرة دي ايش اسم هذا يعني؟ هذا سماد. سماد سماد مركب. انت عارف الشجرة دي ايش اسمها؟ ايش اسم هذا؟ شجر فل وياسمين. ركب هناك ولا خلاص هذا؟ هذا خلاص ملعب. خلاص؟ ايه جوا. شجر ورد. ايه ماشي. كل شيء يجي صورة صورة فوق يعني. ايه شجر أخضر ويجي أخضر يعني زيادة هذا. ايه الورد ايه هذا يجي كله كويس هذا. باكستان مسلم أكيد يعني؟ أكيد والله قسم بالله. أكيد باكستاني مسلم ولا باكستاني؟ باكستاني مسلم الحمد لله. شفت الموز عندكم موز كده في باكستان؟ إيه كل شيء موجود هذا باكستان. شوف هذا ما في أكل. واحد كيس كم كيلو هذا؟ أنت ما في أكل هذا؟ لا ما في أكل. كم كيلو هذا؟ هذا سماد أنت أكل كويس. كم كيلو هذا واحد كيس؟ 50 كيلو؟ 25 كيلو. كم؟ إيه سيم سيم كده في باكستان. خلاص هلا هلا. كل شيء ايه مية مية والله مية مية. ايه صح صح صح. عندكم شجر ورد كده؟ ايه كده كده. انت بتستني؟